البارح في الليل مخر كالعادة هبطت فيديو على صفحة رئاسة الجمهورية تخص أعمال مجلس وزاري. في الحقيقة هي فيديو فيها خطاب باش يلقيه الرئيس، لا أعمال لا شيء. عاد المجلس هذا تم تخصيصه للتباحث في مراسيم تخص المجالس البلدية وقانون انتخابهم والقانون الانتخابي متاع الغرفة الثانية متاع المجلس. مع كم المشاكل والإشكاليات الموجودة في تونس، هذا فاش سيد الرئيس والوزراء متاعو مركزين. الأولوية هي أهواء السيد الرئيس مش المصايب اللي مطروحة على البلاد. لكن هذا استنسنا به توا على خاطرنا عندنا مدة ما عادش مواطنين، ولينا قصر ما نعرفوش. هذاك علاش الدولة تخمم في بلاصتنا وتعرف مصلحتنا. لاحظوا معايا اللي سيد الرئيس باش يعاود يعمل زوز قوانين انتخابية. سلم لي عاد على هاك المجلس التشريعي وعلى سي بودربالة وعلى الوظيفة التشريعية. أوكا في أول فرصة حطكم الكل على جنب وباش يكتب قانون وحده. ما نتصورش حتى واحد من 150 نائب جديد باش يقولوا جو. كي نتفكرهم يحكيوا لنا على مراقبة العمل الحكومي وإصلاح ما أفسدته العشرية يشدني الضحك. لكن الإعلان الأهم اللي قاله رئيس الجمهورية البارح هو حل كل المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية. هو الحقيقة متاع ربي القرار هذا كنا نستناو فيه عنده برشا، تلما رئيس الجمهورية ما يحملش حاجة منتخبة مش تحت إشرافه هو. خاطر هو رئيس الجمهورية ويعتبر أنه الوحيد اللي عنده شرعية. صحيح النواب القدم والمجالس البلدية منتخبين من نفس الشعب، أما مش كيف كيف، ما عندهمش النقاوة والطهورية متاع الزقافنا. في الأثناء حسب ما قال سيد الرئيس باش يتسماو نيابات خصوصية، ونعرفوا احنا عاد قداش منظومة الحكم الحالية قوية في تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب. وردوا بالكم حتى تبداو تخموا اللي هذوما مسؤوليات ومناصب ينجموا يتعطاو للأصحاب والأخياء. ما عندناش منه شيء هذا في الجمهورية الجديدة. قعدلنا كان باش ندعيو اللي القوانين الانتخابية الجديدة مانيش باش نلقاو فيهم 400 تزكية وتعريف بالأمضى. تحية أخرى زادة لهيئة الانتخابات اللي مفروض تعطي على الأقل رأي في القوانين الانتخابية. وكان ما كومش مقتنعين أتوا يخرجوا المبررين يفسروا لكم كيف أنتم ما تعرفوش مصلحتكم. لو كو دو غول دو مروان عاشوري. تعليق حر عبد السلام. والله ما امبارح وزارة التجارة فاجأت الجميع فسعرت لنا زوز مواد، اي زوز من اهم المواد اللي يعتمد عليها مواد التونسي استراتيجيه يوميا اللي هو التفاح والبنان. والسؤال يطرح اليوم، علاش البنان كان ب 9000 كي انت باش تنجم ترجعه ب 5000 و 800؟ علاش 9800؟ اعطيني فسر لي، عندي 6 شهور نشوف في بلاكه ب 9800. علاش ب 9800؟ علاش اليوم ولا ب 5000؟ والتفاح اللي ننجو فيه ويوصل مرات 13 و14000. ريتو ب 17 التفاح. البنان اللي تحكي عليه ب 5000 راهو مازال ما نصبوش به في وزاره التجاره لتو. من الصباح ناس تستنى قدام وزاره التجاره في بنان ب 5 هذاك ولتو مازال ما خرجش. دونك الوضع السياسي كما هذا بالضبط. يعني ثم حاجات ما عندهاش جوستيفيكاسيون، وثم حاجات غايبه. علاش غايبه هكا؟ معناها قرارات. وثم حاجات تم اقرارها تقول علاش تم اقرارها. تو مثلا اليوم في علاقه بالانتخابات البلديه وفي علاقه، علاش نحن عندنا عقليه انه كل ما سبق لازم يترازى؟ كما صارت التجربه العظيمه نتاع وزاره التشغيل، كل وزير تشغيل يجيك يقول لك والله يسموا فيها هذيك، ما يثم كلام قوي ولا وليد، منظومه واستراتيجيه وش آلية يرحم والديك. هل الاليات بتاع التشغيل كل وزير يجيك يقول لك والله الاليات اللي تم اعتمادها اليات فاشله وما تشجع التشغيل لهش وكذا، هات نبدلوا نمشيوا لعقد كرامه ولا عقد اهانه ولا شو اسمه، يعملوا عقد كرامه. وبعد يجي الوزير من بعد يقول لك والله اسمع العقد كرامه ذا معناه يشجع التشغيل لهش وفيه اهانه للمواطن. بعد يجي تلوي. شكرا لك عبد السلام الهرشي. مروان عاشوري تبقى معي.